بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اليوم وغدا احسن من 10 سنين اللي فات. اقول لا تبقى، شتهم بداو يسلتوا بواحد بواحد. إذا سمحتي سيد الرئيس، سي إبراهيم، سي إبراهيمي، سي إبراهيمي، سي إبراهيمي، سي إبراهيمي، علاش غادي نعطيك نقطة نظام؟ أنا ما كندخلش أنا وأنت في جدل. اسمح لي سي إبراهيمي، سي إبراهيمي، ما غنفصلش العالم على المقاس. سيد الرئيس يمكن لنا بلاتي السيد رئيس الحكومه الا سمحتي، الا سمحتي السيد رئيس الحكومه، عندنا الوقت ما ناخذوا الكلمه الا سمحتوا. الا سمحتوا السيد رئيس الحكومه، سمع الجميع، سمعنا الجميع، تكلموا، تطرح سؤال مضبوط حول هل هو يدخل يندرج في السياسة العامة؟ نعم، هذا تقدير ديال المكتب وبعد دراسة معمقة وماشي بناء على هذا. هذا التشكيك السي عبد الصمد، وإذا نديروا ديكتاتورية الأقليات يا سيدي، لا نديروا ديكتاتورية الأقليات. دخل المكتب سي عبد الصمد وطرح لنا وجهة نظر الأخرى. لا اسمح لي، هاد المكتب قرارات المكتب غير قابلة للاستئناف. شكرا سي عبد الصمد، ملي تجيب الفريق وتدخل المكتب مرحبا، دير الكلمة ديالك. تفضل سيد رئيس الحكومة. شكرا سيد رئيس. السيدات والسادة النواب المحترمون، السيدات والسادة الوزراء، إلا سمحتوا غادي نتكلموا. أولا القانون الإطار، قانون الإطار اللي كيشمل المنظومة كلها، وحتى حاجة من هذا الشيء اللي غنتكلم عليه ولا اللي في الجلسة الاستراتيجية ديال السيد الوزير ما كيغياش بند من البنود ديال القانون الإطار. القانون الإطار سمحوا لي جا في 2018، وانتم مشيتوا في 2021، ما جبتوا حتى نص تنظيمي ولا شي ديكري ولا شي حاجه. جبتوا قانون الإطار اللي كان فيه نقاش وكان فيه حوار، واللي القانون الإطار ديال التعليم ما عرفتوا كيفاش كان بلوكي، واشكاليه ديال اللغه، وعرفتوا كيفاش يعني الامور يعني كانت لا بريسيون باش يدوز داكشي كما بغاو المغاربه. انا الى سمحتوا غادي نتكلم لكم على التنظيم الجديد ديال الجامعه المغربيه، اللي في الحقيقه وهذا الشيء بيان سيو حنا كنعرفوا بان كاين اخفاقات وكاين مزايا، كل واحد دوز حقه في الوزراء السابقين، وكاين اللي نجح في واحد عدد المسائل، وكاين اللي ما توفقش لان هاد لي سيكتور هادو راهم صعاب ما ساهلينش. وكونوا مرتاحين اخوان ديال الحركه، كتعرفوا بان الوزير السابق صديقي زعما ما غاديش، ولكن خصني نقول الصراحه كيفاش حنا كنشوفوها. فلهذا انا غادي نبني القدام باش نحاول عبركم توجه المغاربه، توجه الطلبه اللي يتخرجوا هذه السنوات المقبله وهذه السنه هذه، اش كيتسناهم في المستقبل ان شاء الله. اولا هذه 20 عام في هذاك النظام ديال التعليمي ما تبدلش، دي 20 عام. اليوم كاين حكومه جابت واحد النظام سميتو ال ام بي، اجازه والماستر والدكتور. اتفق، اجازه 3 سنين وفيها
قريبا نفس البروغرام اللي كاين في ديال 4 سنين اللي كان في يعني في الباشلر. دونك اجازه 3 سنين، الماستر عامين زايده هي 5 سنين، والدكتوراه 8 سنين هي 3 السوايع. دونك 3 5 8، والكيرسوس ها هو كمل. الطالب يمكن يختار المرحله الاولى ولا المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه، يمشي حتى لاخر المطاف. هذه القضيه ديال في الاجازه كتعرفوا بانه كاين الهضر الجامعي، قلنا قبيله 49% من الطلبه كيخرجوا يمكن كاين بعض المشاكل ديال افيكتيفمون ديال السكنه وديال هذا، غادي نطرق لهم من بعد، ولكن بالخصوص ما كيكملوش لان كاين اشكاليه ديال الدراسه. واحد السيد كيدخل كليه الحقوق لانه يعني في الاطار ديال الاستقطاب المفتوح ما عندوش ظهر انه او النقاط ديالو ما يمكنوش ليه باش يدخل في الاستقطاب اللي هو محدود، مشى للمفتوح، دار الدواء، قرا العام الاول ما جابش حتى الله، عاود العام الثاني يمكن جاب، مشى للدوزيام اني نجح، داز الدوزيام اني، في الدوزيام اني وقف. هذا السيد هذا من بعد ما قدرش يكمل لان ما عجبوش هذوك يعني الدوس اللي كياخذ ديال الدواء، وما عجبتوش هذيك الشعوبه وبغى يدوز لبلاصه اخرى، ما يمكن ليش، مشى للحيط، مشى للحيط. وهذا البرنامج الان اللي جابت به الحكومه هو هذاك الحيط، بغينا نرجعوه باب بانه بلي يوصل للسنه الثانيه انه يمكن يدخل مع هذاك الباب ويمشي يقلب على واحد يعني تكوين اخر، يمكن الاقتصاد، يمكن حاجه اخرى، وكيمشي باللي كريدي اللي عنده اللي خداهم لكل اللي نجح بهم، لانه اليوم ما غاديش تسنى سنه باش تنجح تدوز واحد الامتحان على فان لاني في الاخير السنه وتقول انا نجحت. كاين دي كريدي وكل 4 شهور فيها لي كريدي ديالها، كاين العام فيه 6 ديال لي سيسيون، كل سيسيون فيها 4 شهور. الله يهنيك لاله. ما جاوبه وحتى انتم كتسولوا خصكم تسمعوا الجواب. إلا سمحتوا. دونك هاد السيكل فيه 6 ديال الدورات، 6 ديال لي سيسيون، كل دوره فيها 4 شهور، بلي غادي يدير 6 ديال الدورات ديال 4 شهور غادي يكمل لا ليسونس ديالو. عاطينو، بغينا الطالب المغربي يتمكن من عدة مهارات. اليوم خصو يكون عنده دي سكيلز اللي كنشوفوها أساسية في لا فورماسيون ديالو، اللي هي المهارة الأولى هي اللغات. على الأقل كل طالب خصو يتقن 2 لغات. المهارة الثانية، بغينا الطالب يتمكن من الديجيتال، الذكاء الاصطناعي أو. المهارة الثالثة هي المهارة المعرفية، الامباورمنت، من خلال التمكن من الموروث الثقافي التاريخي والفني ديال بلادنا. دونك اي طالب غادي يدخل يقرا الدروه ولا غادي يقرا الحقوق ولا يقرا الاقتصاد ولا يقرا شي شعبه، خاصو هاد الدروس يتلقنهم، وهادو كيمشيو معاه بلي كيربحهم، يعني كياخذهم معاه باش يمشي للسيكل الخوي اللي غادي يتسميتو، ما كيضيعش فيهم، دونك الباب ما كيتسدش عليه. كذلك انه في هاد الدورات السته اللي غادي يديرهم وتبقى على خطأ نقول لها مرحبا بها. اسمح لي انا قلت لك مرحبا بك. مرحبا بك.
إذن عاد بدت لكم المغرب تفضل السيد رئيس. إذن إذا سمحتوا نعاونك تفضل لا تفضل 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 لا تفضل 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 سي إبراهيم تفضل هذيك اللي جبدات تطلع هذيك إخوان الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم لا هضرنا على الحلاقي ديال 10 سنين ما كنتش كنحلق أنا كنت كنخدم إذن تفضل سيد الرئيس المهارات الأولى هي تكلمنا عليها اللغات الديجيتال التمكن من الموت الثقافي الفني لبلادنا غادي يمكن للطالب بانه غادي يمشي في واحد الطريق وإلا ما عجباتوش يمكن يدخل من واحد الباب ويدوز ثاني لواحد اللي سميتو كيمشيو مع لي كريدي ديالو باش يحاول يربح ما يمكن من الوقت باش يكمل الدراسه ديالو دونك هذا غادي يتم احداث جسور يعني دي باسويل وغادي نحاربوا به لي ديكوشاج ديال لونيفرسيتي والهضر الجامعي الإصلاح الجامعي بغينا فيه تعزيز الاستقطاب المحدود وخلق فرص جديدة في الاستقطاب المفتوح كاين 1,250,000 طالب فيهم تقريبا 1,200,000 اللي كيمسيو الاستقطاب المحدود هذوك هما اللي عندهم 80% ديال الشوماج وعندهم لا ريوسيت ويمكن لهم ينجحوا ويلقاو واحد العمل الشيء الاخر اللي عنده الاستقطاب المفتوح يعني لانه ما نجحش واحد العدد ديال لي كوكو في واحد المدارس اللي هي كبرى كيمشي للكليات وكيمشي كيفاش غنعالجوا هذه القضيه للمستقبل الى نقدروا نقولوا حنا يمكن اليوم عندنا 15% اللي كيمشيو للمحدود نديروا مجهود كبير نوصلوا على 20 ولا 25% وما نهتموش بهذاك اللي هو مفتوح ولكن السياسة اللي جينا بها أن خصنا نهتموا بهم جوج أولا التعزيز ديال داك المفتوح باش يدوز إن شاء الله ال 15% ل 20% ولا 25% وكذلك خصنا نهتموا بهذاك اللي هو مفتوح هذاك اللي مفتوح بغيناه فلوس منه يكونوا عندنا دي ليسونس ديكسيلونس انه غادي يدخل لواحد الجامعه فيها كليات ولا يمكن يدرس فيها وفي داخل الجامعه مطلوب السيد الوزير كيطلب من الجامعات باش على الاقل كل جامعه توجد ليه دو زيكول لداخل جوج ديال المدارس اللي هي كبرى باش يقدر يدوز من الشعبه ديالو ديال الدواء او ديال الحقوق ولا هذا يقدر من بعد عامين ديال الدراسه مثلا انه يدخل لهذيك يعني المدرسه المتخصصه على سبيل المثال جامعه ديال اكدال برباط غادي يخلقوا السيد الوزير قال لي غادي يخلقوا هذه السنه بزنس سكول ديال اكدال الى مشيتي للجامعه الكليه ديال السويسي غادي يديروا الكوميرس انترناسيونال والاستثمار يعني وزيد يعني في كل منطقه في كل جهه غادي يكون امكانيات انه نخلقوا باش عاوتاني كنديروا دي باسخيل ها انت دخلتي ولكن الامل ما وقفش لان المردوديه اللي كانت عندك في البكالوريا يمكن من بعد عامين تولي احسن ومنها يمكن دير واحد الفيراج باش تعاود تدخل لشي حاجه اللي هي بغيتي دونك هذا التواصل وهذا يعني لي باسخيل يعني هذا الجسور اللي غادي نعملوا غادي تخلي بان هذاك الاستقطاب المفتوح يقدر يولي محدود شي وقت ما يعني بالنسبه للطالب وهذا بالنسبه لنا جد مهم على
مستوى ديال سميتو. من بعد سيبوزون واحد عنده القضيه ديال الماستر، واحد قا عامين قاها في الاستقطاب المفتوح، مشى ليكونومي ولا هذا، قا عامين جاب نقاط مزيانه، قال غادي اليوم بغيت ندوز للو ان سي جي، بغيت نعاود نطلب حظي بلي تكون الامكانيات موجوده، لان كل عام غادي نطلعوا العدد ديال الاقسام، يمكن يدوز الامتحان ديال لو ان سي جي، يمكن يلتحق، وهذوك السنوات ديال هذوك يعني الدروس اللي نجح فيها غادي تمشي معاه، غادي تمشي معاه ويتحسب ليه داك الشيء اللي لقى في لو ان سي جي كليسونس ولا كماستر، غادي يمشي معاه، تمشي معاه حتى للماستر، يعني انه يقدر يزيد 3 سنين وتولي عنده لا ماستر باش نبقاو في البرانسيب، يعني في المبدا ديال جوج زائد 3. دونك كل شيء هذا الشيء بغينا التعليم يكون، يعني لان التعليم ماشي شي حاجه دخلتي ليها النهار الاول، واحد العدد ديال الطلبه كيدخلوا للتعليم لواحد العدد ديال سميتو ما كيلقاوش فيهم خطاهم، يعني كيخصهم يبدلوا وخصو يلقى كيفاش يبدل في الطريق ديالو. نجيو للدكاتره، الدكاتره خصني نشوف الوقت، الدكاتره بغيناهم كذلك يتمكنوا من العديد المهارات، لي دكتور خصهم حتى هما يديروا لي سكيلز ديال هادشي، خصهم اللغات، خاصهم في الاخر يدوزوا امتحانات ديال الانجليزيه اللي هما باش يقدروا يديروا يعني يقراوا الكتاب الكتب الكبرى وداكشي هذا كلهم، وخصهم يكونوا عندهم مهارات في البحث العلمي، وهذاك البحث العلمي خاص يكون مطابق الاولويات ديال البلاد في الاستراتيجيه ديال في الاستراتيجيات ديالها. اليوم مثلا كيكون عندنا 4000 دكتور اللي هو اللي كيقراو، بغينا على الاقل واحد 1000 منهم يعني يكونوا كيشتغلوا كاساتذه باحثين، غادي يحاولوا يقريو واحد 5 ديال السوايع في الاسبوع في الجامعات، والدوله غادي تعطيهم واحد يعني واحد الامكانيات باش يقدروا يشتغلوا في هذيك 5 ديال السوايع اللي غادي. دونك بغينا استاذ يعني وباحث كيقرا وميم طون كيقري وكيعطي من الوقت ديالو 5 ديال السوايع، ولكن ماشي سالير، كيكون عنده هذا ولو مونطون يعني الا ما كانش هذا راه 7000 درهم تقريبا الاستاذ. وكذلك هاد الفئه عندها الحق تمشي تخدم مع المقاوله ودير ابحاث مع المقاوله، ديرها ريشيرش مع المقاوله في المسائل اللي هي البلاد في حاجه، وهنا كنوجدوها باش تاهل مع المقاوله، غادي يبقى لها هذاك لو سالير ديالها، والمقاوله يمكن لها تزيدها وتمشي ودير البحث ديالها، وبلي غادي يكمل ديك 3 سنين ديالو اللي جات من بعد 5 سنين هي 8 سنين، غادي يولي دكتور، ويمكن راه في يعني اوبودي فيل في الراس ديال الخط ديالو، غادي يلقى الشغل مع المقاوله، والمقاوله حتى هي غادي تستافد. معلوم انه غادي نطلبوا من الاساتذه هاد الباحثين ولي دكتور بانه في الكيرسيس ديالهم، ولا بدا ما يديروا شويه، كانوا واحد الوقت لي دكتور ديالنا كلهم كيمشيو للخارج باش يديروا يعني ديزيشونج، باش يديروا تبادل، هذا الشيء غادي نرجعوا ليه ان شاء الله في المستقبل، وخصها تكون في الكيرسيس اون اوبليغاسيون. كاين النقطه الاخرى المهمه اللي بغيت نتكلم عليها هي التعاقد بين الدوله والجامعات. غنمشيو في لابوش ديال لا كونتراكتواليزاسيون، يعني التعاقد. التعاقد بين الدوله وبين الجامعات. عشان تعاقدوا معاهم؟ كنجيو كنقولوا كنجيبوا عقود وفيها اهداف واضحه ومرقمه مع الجامعات. مضاعفه عدد خريجي كليه الطب 3 مرات مثلا، اللي كنقولوا هذاك الشيء اللي وقعوه الساده الوزراء بالحضور ديالي، انه بغينا نزيدوا العدد ديال الاطباء، وقلنا غادي نزيدوا 3 ديال الجامعات فين غادي يقراوا هاد الاطباء، وغادي نزيدوا العدد وبغينا نضعفوه في 3، وغادي ندخلوا العدد ديال هاد السنه والسنه، وكيفاش غادي نديروا واحد البرنامج. هذا تعاقد، وتعاقد فيه دي مويان، وكتعطيهم الدوله هاد الامكانيات باش يمكن نتمشاو معاهم. بلي كنقولوا بغينا 20,000 طالب جديد،
بسلك الإجازة في الطوبية. نهار اللي قلنا بأنه بغينا الأستاذ تكون مهنة، يكون اختيار، خصو يدوز في واحد الكلية ديال مختصة ديال التعليم، احنا كان ديال التعليم وديال الطوبية احنا فيه. اليوم كاين تعاقد بين وزارة الطوبية وبين وزارة التعليم العالي، وقعوه كيقول لهم غنعطيكم هاد لي مويان، غنعطيو ها هو البروغرام اللي غادي كيفاش غادي يعني غادي تنشطوا، كيفاش غادي تقريو الناس في السنوات المقبله، ها 1000 درهم لانك خصك تخرج في الشهر على الاقل، خطا بعض الشهور خصك تمشي تقري في المدرسه باش دير السطاج ديالك باش تشوف شنو هما التلاميذ وتعلم، ها 1000 درهم، ها الامكانيات اللي خصك، ها هو لو بروغرام. اي هاد السنه غادي ندخلوا ان شاء الله يعني 20,000 أستاذ اللي غادي يدخلوا، ماشي أستاذ، يعني طلبة اللي غادي ياخذوا باش ياخذوا المسار ديالهم باش يخرج يعني أستاذ اللي هو بروفيسيونيل. إلا زدنا يعني المهندسين الأطوف أفق 2026، كاين اتفاق مجال في المجال ديال صناعة السيارات والطيران لتكوين 100,000 يعني طالب في هذا هادشي، وهادو سي دي كونطرا بروغرام مع الجامعات كيسنيوهم، غادي تكون لي 10,000 هنا، غادي تكون لي 5,000 هنا، غادي تكون لي 6,000، غادي نعطيك هاد الامكانيات. اي دونك غادي نحاولوا نجيبوا باش ان شاء الله الجامعات يقربوا يعني الامكانيات ديال اللي بغات الدوله واللي بغى يعني لو كلاستر ديال الاقتصاد ديالنا. كذلك الانتقال الرقمي، الانتقال الرقمي حنا الان في 8,000 اللي كان فورميوه كل عام، بغينا في 2026 نوصلوا 22,000، وبغينا في 2030 الحكومة المقبلة نوصلوا على الأقل 50,000 ديال لا فورماسيون. ولكن هذه عندها التكلفة ديالها، عندها برامج ديالها، عندها الكاي شارج ديالها، عندها الإمكانيات اللي خصها تكون، وخصها توقع وتسني بين الوزارة المعنية، وزارة المالية و القطاعات اللي هي معنيه. كاين شي حوايج اللي دخلوا جداد، الكود رمز 212، يعني هذه تجربه اوليه ديال هذا الشيء ديال الديجيتال اللي غادي يكون ابتداء من سبتمبر بروشان. هذا الشيء كله اللي كنقول لكم سي سبتمبر بروشان، يعني سبتمبر المقبل ان شاء الله. دونك ماشي عاد كنخمو، السيد الوزير والوزارة ديالو اشتغلوا باش يكون هذا البرنامج ان شاء الله موجود ابتداء من سبتمبر بروشان، باش بلي يدخلوا التلاميذ لي زيتيديون طلبة يكونوا يعني موجودين في هذا الشيء. بغينا دونك هذا لو كود 212 هما دي سونتر، غادي يكونوا مراكز ديال هذا الشيء ديال الديجيتال. بغينا ندخلوا الذكاء الاصطناعي للجامعات ومن خلاله المقاولات، يعني في كل يونيفرسيتي، في كل جامعه، في كل جامعه خص يكون عندها لو سونتر 212. غادي يجي اي طالب عنده الحق يدخل، وكاين تماك المؤطي والمكون، عنده ريزو، عنده الواي فاي وكيشتغل، واحد يعني ليسباس كووركينغ مشترك ديال العمل، يقدر يجلس، يقدر يتعلم، يقدر يشوف هذا ويشوف الحلول ديالو. اليوم كتمشي في واحد العدد، الا مشيتي عند ابل ولا في الشركات كتجي مع الخمسه مع السته كتلقى شي واحد اللي كيدرس في وسط المكازا كيقول لها كيفاش دير. دونك هذا غادي يكون مفتوح باش نعطيكم غير المثال. وغادي يكون الامكانيه ديال لي سيرتيفيكا. وسمحوا لي قبيله نسيت بلي كنت كنتكلم على لي ليسونس. دابا بلي غادي دير عام ولا عامين ولا ثلاث سنين، كاين حتى اللي ما توفقش وما نجحش باش يوصل لا ليسونس وباش يدوز المراكز، الا نجح في واحد العدد ديال لي كور ديالو ديال الدروس يمكن ياخذ السيرتيفيكا ديالو. دونك غادي يخرج بان ديبلوم، يمكن السيد يدوز ثلاث سنين ويتلقى مع الحيط ويرجع له، خصنا نحلوا ليه شي باب. وهذا يعني كيظهر لي بانه غادي
ينوع غادي يغير النظره ديال الطلبه على الجامعه ديالنا. ملي نرجعوا للكود 212، هذا الكود 212 قالت اللي بغى يتعلم يتعلم، ولكن اللي بغى كذلك يدخل لهذا الكود لهذا الانستيتيو باش يسالي واحد استاذ معلم. معلم اليوم كيقرا في هذه المدرسه اللي قلنا بانه 20,000 العام، ولكن بغى يتعلم الكودينغ، ما فيها باس انه غدا بلي غادي يكمل الدراسه ديالو في العش النهار كله كيقراو وليداتنا، وفي الليل عنده واحد ثلاثه د السوايع اللي كيكون في الدار ديالو كيدير الكودينغ وكيعيش بها وكيتمعش بها وكيخدم وداك الشيء. هذا يمكن لنا الاخوان اللي بغاو ياخذوا سيرتيفيكا في الكودينغ غادي نعطيهم ديال سيرتيفيكا، وغادي نحاولوا هاد لي سيرتيفيكا نرتبطوهم من بعد الطلبه ديال الشركات. فهناك يعني غدا يمكن تجي مايكروسوفت تطلب لك يعني واحد سيرتيفيكا دو يعني ديال الذكاء الاصطناعي، لانك ولا غدا غادي يجيك كاب جيميني ولا غدا غادي يجيك اوراكل. كاين هاد الطلبات اليوم، كيفاش كيجيو هاد الطلبات؟ هاد الطلبات كيجيو عن طريق شركات مغربيه اللي كتاخذ المارشي عند هاد الشركات الكبار، وكيمشيو يقلبوا على العامل البشري باش يقدروا يشتغلوا معاه. ما يحتاجش باش يكون عنده في البيرو ديالو، يمكن يكون في هذا ليسباس كووركي، يمكن يكون في الدار ديالو، ولكن خاصو لا فورماسيون. ولكن الا عندك غدا واحد السيرتيفيكا اوراكل بلي كيعيط لك السيد كيقول لك انت عندك سيرتيفيكا وعنده في لاباز دو دوني وكيعرفك، كتشتغل دغيا. دونك هذه كلها امكانيات جديده ان شاء الله اللي غادي تعطى يعني في المستقبل. لابد ما نذكر بانه نحن بلي جينا باشرنا اشكاليه ديال التعليم، وباشرنا الاشكاليه ديال التعليم العالي والاشكاليه ديال الصحه، يعني من الاولويات، وما تسنيناش حتى الاخر باش نقولوا اش غادي نديروا. حنا في العام الاول وقعنا مع النقابات ومع الاساتذه واتفقنا معاهم، وداك الشيء اللي اتفقنا معاهم السي سنتيسي هو اللي كاين، ما غاديش نرجعوا فيه الله، ولي ديكري ديال الاساتذه توقعوا بيبليي والناس تخلصوا ديال الاطباء، ولي ديكري ديال الاساتذه راهي سون فيزي با لي مينيستر وداخلين في لو سيركوي وغادي يخرجوا غيدخلوا اكتيف من 1 جانفي. الاتفاق اللي كاين هو اللي كاين باش نطمئن الجميع. وهذا الاتفاق اللي كان راه حسن نوعا ما الاجور، ولكن ما جيناش وقلنا لهم صافي هذه 20 عام يعني ما كانتش شي لوغمونطاسيون دو سالير غادي نعطيكم لوغمونطاسيون دو سالير وصافي وحنا سالينا وكل واحد يمشي بحال. لا، اتفقنا معاهم، اتفقنا معاهم بان كاين اصلاحات كبرى اللي خص تكون في يعني في التعليم العالي، وهما الرافعه ديال النجاح ديالها. الا ما خداوهاش بين يديها ما يمكنش تنجح. نجيكم يعني الانويه الجامعيه. الانويه الجامعيه اليوم عندنا تقريبا 12 جامعه، ياك 12 وزيد عليهم خمسه بوبليك بريفي، وعندهم خمسه ديال بريفي. اليوم الجامعه ما عرفتش شكون اللي قالها في الاخوان، الجامعات يعني تبارك الله اقبال كبير. و الى خديتي اكادير 140,000، الى خديتي الدار البيضاء 115,000. ونعطيك الأمثلة كثيرة، طنجة 85 ولا 90 وزيد. وهذا الشيء لا أنتم اللي حنا ما درتوش يعصصني، حنا جايين كنقول لك أنا نقول لك أش غادي ندير. دوك حنا اتفقنا بأنه مع السي الوزير بأنه غادي يجيب واحد البلان مخطط مديري، وهذا هو
إشكالية ديال النواة، لأن النواة ديال الجامعة راكم عرفتوا بأنه يعني مشات النقاش ورجعات وقالوا لكم بأنه يعني في المجلس الأعلى، وقالوا في 2018 بأن الكليات المتعددة المختصات ما تصلحش لأنه ما كتجاوبش مع لي بزوان ديال المغاربة. ورغم ذلك توقعوا اللي توقعوا وخداو لي زونكاجمون اللي خداو، ولكن حنا خصنا نمشيو في المبدأ ديال الكومبوس. أنا الطالب خصو يقدر يدخل من هنا، مسوا حنا كنشرح خصو يدخل من هنا ويخرج من هنا، وخصو يمشي لهاد الباب يدقو ويدوز الباب الآخر ويدقو. خصو كذلك يلقى الثقافة، خصو يلقى الرياضة، خصو يلقى واحد النشاط. حتى هذا دايرين فيه تعاقد، كل جامعة عندها تعاقد مع الوزارة أنها غادي دير ليزاكتيفيتي، غادي دير المسرح، وغادي دير يعني لي كومبيتيسيون ديال الرياضة، وغادي دير كل حاجة بسميتو بهذا. أنا أصبر. خليونا دابا. دونك سي الحسن، فحنا في إطار دونك هاد النواة راه ما يمكنش تكون حل، ولكن خصنا واحد المخطط مديري اللي غادي يعطينا التوجه وغادي يدير إعادة النار. ما يمكنش نديرو يعني مخططات باسكو شي واحد عنده الأرض حدا شي بلاصة وخصني نديرها تماك. لا، غادي ندير المخططات على حسب الإمكانيات. وأنا سمحوا لي، كاين اليوم 12 جامعة، واش أكادير ما خصهاش ثلاثة الجامعات في المنطقة اللي كتمشي فيها؟ واش الدار البيضاء ما خصهاش جوج جامعات؟ بنفس الأساتذة وبيتات بنفس لي باتيمون وبنفس هذا، وبلا ما تبني راه يمكن لك، لأنه خصنا المنافسة. دابا مدينة ديال المعارف معروفة في العالم هي بوسطن، فيها 92 جامعة، فيها الخواص وفيها ديال الدولة وفيها لي فونداسيون، 92 في مدينة واحدة. ما يمكنش أنه حنا نقولوا الدار البيضاء فيها جامعة واحدة وكب فيها كل شيء وما عرفناش كيخرج، و 50% ما كتنجحش كتغادر، ونبقاو كنتفرجوا وما نديروا والو. خصنا نديروا شي حاجه، ما يمكنش. يعني يجب هاد المضاعفه ديال الجامعات ديال الدوله ان نمشيو فيها ان شاء الله. ما عرف شحال خص يخرجنا السيد الوزير يعني المخطط، لان الجامعه اللي فيها 30,000 هذاك الرئيس ديالها، وهذوك لي دويان اللي كاينين وداك الشيء، وهذوك الامكانيات اللي عندها. الجامعة اللي فيها 30,000 ماشي هي الجامعة اللي فيها 140,000. ما يمكنش، كي غادي تسيرها؟ أنا كنقول لهم باز، يعني لابد من إعادة النظر يعني في المنظومة ديالنا إن شاء الله. فأولا وإلى رجعنا لبوس، حنا لبوس قلنا بأنه دزنا من 385 ل 420,000 بوس. هذا جواب على واحد الأسئلة اللي طرحوا. عندنا 100,000 سرير، بغينا ندوزو ل 400,000 سرير، وغادي نوقفوا عليها إن شاء الله. يمكن ما غاديش توجد من هنا 2026، ولكن توجد من 2030. شنو؟ زعما تكونوا انتوما؟ الشيطان، انا الشيطان اسي. لا، هذه باش يمشيو الاخوان ديالكم يعاودوا يقراو شويه باش عاد يجيو بعد.
المهم شوف الاخوان ديال العداله كنبسطوا بينا. الو اي كنبسطوا ومن حقكم زعما تقولوا بانه تمشي ما زدتش فيه والو ولا لا؟ حيت عرفتي علاش؟ حيت ما سمعتيش السيده اللي كانت هنا قبلتي اش قالت؟ والو والو هي اللي كنجاوب من الصباح. ومالك انت؟ مالك انت كنجاوبها هي؟ إذن إلا سمحتوا سيدات والسادة النواب، حنا اليوم هنا كنمثلوا المغاربة، وهذا كيعني الانتصار، للصالح العام والترفع على الاختلافات الضيقة، وخاصة في القضايا الوطنية اللي كتلزم التوافق والاتفاق الوطني. اليوم حققنا الحمد لله كما مشهود به التوافق في القضية الوطنية الأولى، هي قضية الصحراء المغربية. وحنا رغم هذا الكلام اللي كنتكلموا داك الشيء، خاصنا التوافق في القضية الكبيرة ديالنا اللي هي ديال التعليم، لأنه مصيرية. حنا درنا انتخابات ودرنا في مستويات ديال التدبير الترابي في لا المجلس الإقليمي ولا البرلمان يعني ولا الجهة ولا هذا، ولكن وكنعرف بأنه كل واحد كيوعد الناس ديالو في الدائرة بالترافع لتحقيق مشاريع ديال هادشي ديال لي ريزيدونس، ماشي لي ريزيدونس، أنوية ديال لي فاكولتي الكليات أنوية الجامعية. واليوم الناس كيسولوا فينا هي يمكن نواة في الجامعية، لكن الضوء ديالنا هو إخراج هذا الموضوع من مجال التنافس السياسي والاستثمار الانتخابي والتفكير فيه بمنطق أي جامعة نريد، أي مستقبل لخريجي الجامعات، وبأي جودة وكفاءة. تقدر تربح نقاط سياسية بلي تجي اليوم قدام البرلمان وقدام رئيس الحكومة وتقول بصوت عالي فينا هي النواة الجامعية ديال هذه المدينة ولا هذه الأخرى. ولكن اسمحوا لي، التاريخ ما غاديش يرحمنا إذا شتتنا الجهود ديال التعليم العالي في أنوية جامعية تفتقد لكل شيء، تعاني من تدني نسبة التأطير البيداغوجي بالمقارنة مع المعدل الوطني، لأن أغلبية الأساتذة ما مستقرين في المدن اللي كتوجد بها الأنوية، وهو ما ينعكس سلبا على توزيع الحصص الزمنية للتدريس، وفي بعض الأحيان كيتحرم الطلبة من دراسة بعض المواد ويتم تقزيم الزمن المخصص لتدريسها. أنوية كتعرف ضعف نسبة التأطير الإداري اللي كيخلي تسيير وتنظيم هذه الملحقات لا يرقى إلى مستوى تسيير الأقطاب الجامعية. أنوية جامعية كتنعدم فيها عروض سلك الدكتوراه، وحتى إذا كانت كتكون ضعيفة وغير جذابة بالنسبة للطالب، بالإضافة إلى ضعف الإنتاج العلمي سواء من حيث قلة عدد الأطروحات المنجزة والإصدارات العلمية. ونبغي نشير كذلك أن الحياة الطلابية اللي تكلمت عليها في هذه الأنوية كتفتقر لأبسط مقومات الحياة الجامعية، كالتوجيه والمواكبة والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الاجتماعية، هذا كله هو اللي كيدير الطالب. إذن كيفاش بغينا الطالب يحس فعلا أنه كيتابع الدراسة الجامعية ويكون متفوق في ظل كل هذه النواقص؟ احنا نريد انتاج شواهد جامعيه ذات قيمه وجوده، ماشي شواهد البطاله. وهذا الشيء اللي مكب عليه السيد الوزير حاليا من خلال اعداد المخطط المديري للتعليم العالي، واللي غادي ياخذ بعين الاعتبار جميع المعايير والمقومات اللي لازم توفر باش نتكلموا على كليات
ذات أثر إيجابي على جودة تعليم الطلبة وعلى المحيط اللي كيتواجد فيه. سيدات والسادة النواب المحترمون، هذه الحكومة جات في ظروف صعيبة وقاسية، ومن نهار الأول وهي عارفة باللي المهمة ديالها ما غاديش تكون سهلة في جميع القطاعات، وعارفين باللي أمامنا ملفات ورثناها بنجاحاتها وإخفاقاتها، وعندنا قناعة باللي خصنا نبنيو على التراكم ونحتفظوا بكل ما هو إيجابي اللي قامت به الحكومات السابقة، ولكن كذلك عندنا اليقين باللي لازم نعالجوا بعض الاختلالات والخيارات الغير الموفقة اللي كانت كملت، والخيارات اللي عملنا أحيانا كتكون عندها كلفة سياسية احنا مستعدين نتحملوها، حيث عندنا الثقة في كونها لصالح البلاد والمواطنين، والأطار ديالها غادي يبقى بين المستقبل، وأنا ذاك غادي يعرفوا الناس علاش دانا هادي وهادي ما داناهاش. سهلة هو في حقيقة سهل باش نديروا الشعبوية ونخصوا الميزانية ديال البلاد في الحيوط الطبالي والصبورات في كليات صغيرة في كل المدن، ولكن الروح فينا هي الروح، فينا هي الجودة، الضمير الحي اللي لازم يتحلى به الرجل السياسي الوطني. جميل جدا أن يتم الإنصات لنبض الشارع والتفاعل معه، سيبغي، لكن الأجمل هو مخاطبة المواطنين بلغة الحقيقة والوضوح. هذا غادي نديوها، وعلاش غادي نديوها، وهذه ما نقدروش نديوها، علاش ما نقدروش نديوها. ملي خدينا قرار التعميم ديال كليات ديال الطب على مستوى جهات جميع الجهات، كان عندنا فلسفة ورؤية غادي تمكننا من ضمان العدد الكافي من الأطباء في كل جهة، وولاد بنات كل منطقة يقراو ويتخرجوا ويخدموا في الجهة ديالهم الأم. ملي خدينا قرار ديال التفاعل مع مطالب الأساتذة ديال التعليم العالي، كنا واعيين بأن تحقيق الاستقرار المهني وتحسين الوضعية المالية للأستاذ الجامعي اللي عنده دور أساسي في إنجاح الإصلاح ورقي بالتعليم العالي والبحث العلمي. وملي خدينا قرار تطوير العرض في الإيواء والإطعام الجامعي، كان عندنا هدف توفير الشروط المناسبة باش الطلبة يعيشوا حياة جامعية لائقة، ويتمكنوا من اجتياز المرحلة الجامعية في أحسن الظروف. إذن حنا قدمنا، شكون اللي تكلم على عامين؟ باقي 6 شهور باش نكملوا عامين، بقي الله عام و7 شهور. بداية المسار، استراتيجية واضحة، الإمكانيات تعطات، الاتفاقيات تعملوا مع الأساتذة، وانتم اللي كنقول اتفاقيات مع الأساتذة واحد العدد، أنا كنعرف الإخوان ديال يعني الاتحاد الاشتراكي حتى هما كانوا محركين في يعني في هذاك الدوسي، وصلنا النتائج اللي هي ايجابيه، وخدينا هدنا، وغادي نشتغلوا ان شاء الله ايجابيا، باش اولا كاع داكشي اللي خديناه غادي نحطوه للميدان، وغادي ندخلوا التنظيم الجديد داخل الجامعه، وغادي نعاونوا السيد الوزير باش ينجحها ان شاء الله، وتعطاتو الامكانيات. انا قلت لكم قبيله ويب 8% ديال الزياده في البيدجي ديالو باش يقدر يشتغل، وعنده برنامج حتى 2026 غادي نجلسوا عليه باش تكون عنده رؤيه اللي هي واضحه، وحنا كنشتغلوا. كيبقى معلوم انه القضيه ديال يعني الايواء ديال الطلبه يعني النواه الجامعيه أحياء الجامعية يعني خصها، كاين برنامج باش يتعامل مع القطاع الخاص، والدولة تحمل فيه بعض المسائل، ومن هنا أغتنم هذه الفرصة باش نتكلم كذلك مع يعني المستثمرين يعني في هذا القطاع، بأنه كاين إمكانيات هائلة، وبغينا نمشيو ب 300 ألف يعني سرير للطلبة ديالنا
باش الا زدنا على 100000 غنوصلوا ل 400000، غنكونوا تقريبا فواحد 35% من الطلبه اللي عندهم هذه الامكانيات. وهذا شيء جميل، وما يمكن نمشيو الا مع القطاع العام. القطاع الخاص وخص القطاع الخاص يهتم بهذا الامر، ولانه ان شاء الله يعني الدوله غادي تعمل فيه اللازم باش ينتعش وباش يزيد الامام، كما كان بنيو لي لوجمون سوسيو حتى هادو ديال وليداتنا، وقل من لي لوجمون سوسيو يمكن يعطيو نتائج ايجابيه بالنسبه للمدرسه بالنسبه للجامعه. اذا توجه واضح، استراتيجيه كاينه، غادي نهبطوها للميدان. عندنا الوقت قدامنا، واخا باقى 3 سنين ونص، ولكن السيد الوزير والحكومه يعني جمعاء ان شاء الله غادي تعمل المجهود الكبير على الاقل باش هذا الشيء تبان الامور ديالو ابتداء من السنه المقبله، وتعطاهم الامكانيات ونديروه في السحكه الصحيحه، وديك الساعه اللي بغى يجي من بعد يجي. مرحبا بكم، ميرسي. شكرا.